مساء الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج ابهار ونار بفطور سحور. مصرين انا والشيف امتياز انه بهار ونار. نحن معكم هلا بفطور سحور من الساعه 3 للساعه 4:30، رح نضل معكم على الهواء مباشره، واحنا كمان معكم لايف كمان عبر صفحتنا على الفيسبوك. بدي اياكم تفتحوا على صفحتنا وتعملوا لايك وشير للحلقه لحتى توصل لاكبر عدد ممكن من الاشخاص. خلينا نشوف بحلقتنا لليوم شو محضرت لنا الشيف امتياز. كيفك يا شيف؟ انا الحمد لله كثير منيحه. ايش هالحلو لبسيته اليوم؟ كثير حبيبتي. ثانك يو. عيونك الحلوين. اليوم رح نروح على اكلات خفيفه لطيفه جميله، وطريقه تحضيرها كثير سهله. رح نعمل البخاري. حلو. رح نعمل البخاري بالدجاج المتبل، رح ندخنه للبخاري. اذكروني نحكي لسامي ولا عنا فحمه يا جماعه. رح نعمل هالهريسه النبكيه اللي بطريقه كثير لذيذه وكثير سهله ورح تعجبكم كثير. ورح نعمل كمان سلطه من يعني الخضروات الموجوده هلا بموسمها، بنسميها سلطه الربيع. ورح نعمل عصير خروب، واخيرا رح نعمل خلصوا. في شيء لا في شيء والله بقول في شيء خامس، كبدة فهيتة. يا سلام، حلو. يعني احنا متعودين على الفاهيتا بالجاج باللحمه، بس اليوم دخلين الكبده بالموضوع 100%. وبما انه في عصير من العصائر الرمضانيه رح نعمل لكم اياه اليوم، فحابين سؤال حلقتنا يكون شو بتحبوا تشربوا عصائر برمضان؟ بتحبوا تشربوا العصائر الرمضانيه ولا بتحبوا تشربوا عصائر ثانيه؟ بتحبوا تشربوا مي بتكتفوا فيها؟ فابعثوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك شو اكثر نوع عصير بتحبوا انكم تشربوه خلال رمضان. وكمان اذا عندكم اي اسئله اي استفسارات ابعثوا لنا اياها. انتوا اول ما بتدخلوا تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك على عمان تي في كيتشن رح يدخل اسمكم معنا على السحب. من هون لنهايه حلقتنا رح يكون في عنا 8 رابحين، ورح نربح كمان هالقطعتين الذهب بحلقتنا لليوم. فكل اللي عليكم تعملوه انكم تكتبوا من مشاركتكم معنا على صفحتنا على الفيسبوك على عمان تي في كيتشن، وبرضه كمان لحتى يدخل معكم لحتى يدخل اسمكم على السحب بدكم تضلكم تكتبوا اكثر من تعليق عشان تزيدوا فرصتكم اكثر واكثر. اوكي، هلا ان شاء الله يا علي انك تربح، شارك معنا عشان تربح. اول حدا راح علي الطهراوي المخرج طبعا اللطيف. قال ايش كنت معاذي بتحكي قبل شوي، لازم تعمل نفسيه منيحه للشيف. بكون جايب قمة حيويتي وسعادتي والله العظيم، بفوت هون هيك بس. لا هيك. بالعكس احنا بدنا اياكي بس تدخلي تصيري انشط. بقولوا لي بنتك وضميرك هذا الحكي، لا ما بقدر اكذب برمضان. طيب زي ما قلت لكم دانا يا جماعه، هذا الخاتم قلب، والله مش عارفه هي سحر كله قلب، ليش مش عارفه قلب بتحبنا. هلا قد ما انا بحبهم بفطور سحور، شوفوا الخاتم شو حلو. هذا رح تربحوه اليوم، وهاي الاسواره يعني علي يا ريت انك انت بتربح، بس احنا ما بنقدر نربح لانه موجودين هون بفطور سحور مع الاسف. قدم استقالتك واربح واربح. طيب عشان تربحوهم زي ما قالت لكم دانا، وضلكم كل يوم نربحكم جوائز كثير حلوه من الذهب. بطل يطلع الخاتم والله، خلص الك الك ما برجع. بقولي خليني بايدك. طيب لحتى تربحوا واحدة من هدول الجوائز اللي رح يكونوا معنا خلال حلقتنا لليوم، طبعا في غيرها كمان جوائز ثانية، في عنا سشوار، في عنا جريل، في عنا باكيجات مقدمة من البلقاء، وفي عنا كمان من بلانت دونت، كمان في عنا قسيمة شرائية بقيمة 20 دينار، وغيرها أكيد من الجوائز. كل اللي عليكم تعملوه إنكم تفوتوا على صفحتنا على الفيسبوك، تعملوا لايك وشير للحلقة، وتكثفوا من مشاركتكم لحتى تزيدوا فرصتكم بالربح معنا. خلينا ننتقل للشيف امتياز ونشوف إيش أول وصفة رح نبلش فيها. نبلش بالبخاري اليوم، رح نعمل بطريقه مدخنه، ورح نعمل له تتبيله للدجاج او للحمه اللي انتم بدكم اياه، ولكن بالفرن. ناخذ المقادير. يلا لبخار الدجاج المدخن رح نحتاج لأربع أكواب رز مهراجة، رح نحتاج لبصل كبيرة مبشورة، معلقة كبيرة ثوم مهروس، بهارات حب، رح نحتاج هيل، عود قرفة، فلفل أسود حب، ورق غار، واثنين حبة لومي، أربع حبات جزر مبشور، أربع حبات بندورة مبشورة، نص كوب زبيب، ملح من ساسي، معلقة صغيرة كمون، بهارات مشكلة، فلفل أسود، كركم، فحمة، وأكيد كل بهاراتنا مقدمة من أبو خلدون كبتيله. رح نحتاج لتتبيلة الدجاج دجاجتين من العز، وربع كوب خل من أبو خلدون كبتيلو، ربع كوب لبن من المها، ثلاث معالق كبيرة زيت شعبان، معلقة كبيرة صلصة بندورة، معلقة كبيرة بهارات مشكلة، معلقة كبيرة ملح من ساسي، معلقة صغيرة فلفل أسود، بابريكا، كزبرة، مغلف مرق دجاج، وأكيد كل بهاراتنا كمان مقدمة من أبو خلدون كبتيلو. وللتقديم رح نحتاج للوز وزبيب.
بلشنا بوصفتنا لليوم وبلشت جوائز الذهب والجوائز الكهربائية. كل اللي عليكم تعملوه انكم تكثفوا من مشاركتكم لحتى تكون واحدة من هالجوائز من نصيبكم. بلش بزيت شعبان. والله بدنا نبلش بزيت شعبان كونه اليوم بلشينها قلوب حب والحياة حلوة وسعيدة وكلها محبة بخاتم الذهب اللي نقيت لكم اياه كالعادة سحر. بتقولي اليوم اذا بتجيبي اسمي على الهواء امتياز تنتيني للأبد. ما بقى لا لازم نشكرك يا سحر على هالجوائز الحلوه. ذوق الذوق يا اختي ذوق. هي مش عارفه ايش مستناها مني. بصبح بتحكي معي وتقولي امتياز ايش بدنا نربح اليوم؟ قلت لها بحب نربح ليره ذهب. قال لا امتياز في ذهب. والله في ذهب سيدات بحبوا يلبسوا ذهب. قلت لها خلص اوكي امري لله. خلص اسواره وخاتم مليون بالمية. يلا المهم ذهب. طيب بدنا نبلش نحضر البخاري. بالنسبة إلي البخاري من أطيب الوصفات الرز الهندية أو الخليجية اللي متعودين عليها. بالعادة برياني والبخاري والمندي بنطلبهم من برا. أوكي. لما نكون عاملين عزايم بالقليل ما بنعملهم كتير بالبيت، ولكن طريقة تحضيرهم بالبيت كتير سهلة وبيعطونا نفس الطعم. مبدئياً عندي هون حطيت شوي من زيت شعبان. بدنا نعمل اللي هي تقليبة الزبيب مع الجزر. أوكي. الجزر بياخد وقت، راح اخذ كميه كتير منيحه من الجزر عشان راح ارجع اقلبها كمان عندي هون. والله كلهم صح عشان نعمل صحن كبير. شو رايكم؟ شايفين الطنجرة اللي عم بستخدمها اليوم من الرويال اللي فيها توزيع للحراره الموجوده بدريم هوم بكل فروعهم سواء كان بطبربور او بالزرقاء او بالمدينه المنوره بروح عليه. بس يدبل عندي الجزر بحط الزبيب هاي على جنب. تمام. عشان نحضر الرز هذا قبل ما نبلش تتبيله الدجاج. تمام. ناخذ شويه زيت شعبان. انا اخذت بس بدي اكثر شوي لانه صراحه الرز كثير. تمام. أوكي. زيت شعبان موجود بالذره وبعباد الشمس. وراح اخذ بصل. شو كنتي بالعقبه؟ كنت بالعقبه. والله كيف كانت العقبه ستي؟ اللهم حسد. بس احنا على فكره برمضان ما بنحسد. بس يلا. لا والله كانت كثير حلوه بس الاجواء مش كثير شوب يعني مش لسه ما صارت خرج سباحه. بس يعني الجو كان كثير حلو. ادفى اكيد شوي من هون بس لسه مش خرج سباحة فخلوها شوي هيك لبعد رمضان عشان تنزلوا تستمتعوا اكثر باجواء ومع السباحة كمان. لا انت ما تغزينا حبيبتي احنا برمضان بنحبش نروح. ما هو بقول لك بعد رمضان ما هي عم بقول ما لا للصلاة بس. ايوه لو سمحتي. طب احكي لي انت كيف حاسه هلا رمضان بما انه هيك مرق 9 ايام؟ والله انا سهلين صعبين حاسه انكم بتحسدوني. لا 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 ما رح نحسد. انت الوحيده اللي عم بتقولي انه سهل لهلا. الحمد لله كثير سهل. مو شوي بس على قولتي محمد انا وقتي كله مشغول من الصبح. صح. فما ما بحس بالوقت الصراحه. ما وصل البيت الا خلص الساعه 6 يا دوب تحضير الفطور ولا الادام بيقدم. امبارح في واحدة من الصبايا بعثت لي كنت منزله فيديو على الساعه زي واحدة على فيسبوك. فبتقول لي تخيلتك نايمه انت ما بتنامي. ما بتنامي. ما بعرفها طبعا. حدا معلق. لا يعطيكي الف عافيه. احنا دائما بنقول انه الواحد لما ما بده يحس بالوقت يحاول انه يملي نهاره. يعني حاولوا انكم دائما تضلكم شغلين حالكم خلال النهار عشان ما تحسوا بساعات الصيام الطويله. فحاولوا انكم دائما تكونوا ملتهيين بشيء زي الشيف امتياز عشان ما تحسوا بالصيام وما تتعبوا. والله انا بشوف لك كل السيدات حرام ملتهيين مش بس انا. انا متاكده انه كل السيدات اللي عم يحضرونا ما عندها وقت تحس انه رمضان متعب. مش متعب لانه تفاصيل تحضيرات البيت طويله بدها وقت ومدارس لساتها شغل. طيب بدنا نحضر البخاري. حطينا زيت وحطينا بصله وراح اخذ عليهم كميه منيحه من الثوم وراح اخذ عليهم زنجبيل فريش. انا بحب الزنجبيل فريش صراحه بيعطي نكهه مميزه للوصفه. وعندي هون البهارات الخشنه. أوكي. لومي ورق غار فلفل حلو فلفل حار. تمام يلا يا علي. كل البهارات حب. على فكره علي مثلي ما اثر في الصيام صراحه لساته لساته هيك بكامل قواه علي. انا زيك صراحه بلا. تمام تمام. طيب بدنا نسمع منكم كمان انتم مشاهدينا كيف الصيام معاكم؟ شو اكثر شيء بتحبوا تشربوه خلال شهر رمضان؟ بتحبوا العصائر الرمضانيه؟ بتحبوا تشربوا اشياء معينه او بتكتفوا بالمي؟ ابعثوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك على عمان تي في كيتشن لحتى كمان يدخل معنا اسمكم على السحب. باول جزء من حلقتنا رح يكون في عنا رابحين وبرضه كمان يعني عنا جوائز كثيره غير الذهب اللي انتم شفتوه. فبدي اياكم تكثفوا مشاركتكم لحتى تزيدوا فرصتكم بالربح معنا. طيب ايه دانا هلا بعد ما حطيت البصل الثوم الزنجبيل حطيت البهارات الحب بدي اياهم يتقلبوا كلياتهم مع بعض لحتى تطلع ريحتهم. على جنب بلشت ادبل الجزر. انا هون عندي تقريبا اربع خمس جزرات مبشورين حطيت شوي من زيت شعبان وعم بدبلهم على النار ما راح ياخذوا كثير وقت. أوكي. نصه راح اخذه احطه مع وصفتي والنص الثاني راح اخذه للتزيين بعد ما يبين ريحه الزنجبيل ما احلاها مع الثوم بتجنن. هاي الوصفه كثير راح تعجبكم. راح اخذ البهارات. حلو. لا شو لحقنا نطلع فاصل ولسه ما عملتوا لنا شيء بالوصفه.
الوقت الحلو بيمشي على السريع. مزبوط. طيب رح احط فلفل اسود. تمام، لاني عامله كميه كثير كبيره، اقل من الكميه، اكثر من الكميه اللي قلت لكم اياها. شوي كمون، تقدروا تستغنوا عن الكمون، في ناس بيحبوا يحطوا حمص في الوصفه. وشوي كزبر والبهارات مشكل انا حطيتها. خلينا كمون، هذا الحلو، هاي بهارات مشكله. حلو كمان بموضوع انه ابو خلدون كبتيلو انه بيكون الاسم تبع البهار واضح على العلبه تبعته، فما بتستصعبوا انتوا عم بتدوروا على البهارات. في مرات بيكون انواع بهارات مكتوب كثير بخط صغير ما بيكون مبين، ومرات بتخربط ست البيت لما بيكونوا اكثر من شيء جنب بعض ونفس الالوان ونفس الشيء، فهيك طيب بيكون اسهل. حطينا بصل، ثوم، زنجبيل، حطينا البهارات الحب، وحطينا البهارات اللي احنا بدنا اياها، وعندي هون بديل مرق الدجاج، كلهم رح اقلبهم مع البهارات والبصل والثوم لحتى ياخذوا نكهه مميزه، واهم شيء طبعا الملح. عندي هون معلقه كبيره من الملح، طبعا مستخدمه هون انا ملح ساسي اللي متوفر باكثر من حجم وباكثر من شكل. ولا تنسوا انه ساسي عندهم طحين وعندهم سميد سواء ناعم او خشن او سميد الفرخه، هيك امورها بتجنن وريحتها حلوه، خصوصا اني حطيت بهارات ابو خلدون كبتيلو. رح اخذ بندوره اللي هي شوفوا كيف بتفرق عن المندي. هلا عشان اذا سالتوني السؤال ايش بتفرق عن المندي، رح نستخدم فيها البندوره الفريش. بقلبهم كلياتهم مع بعض، بيكونوا هيك خمس دقائق بتكون احنا رجعنا من الفاصل. تمام تمام. رح تعمل إشي خلال الفاصل ولا رح تخليهم يتسبكوا مع بعض؟ لا بياهم يتسبكوا مع بعض، مش كتير، 3-4 دقائق بس مش أكتر من هيك. تمام، إحنا رح نطلع لأول فاصل بحلقتنا. ما بدي أياكم تنسوا إنكم تفوتوا على صفحتنا على الفيسبوك، تعملوا لايك وشير للحلقة لحتى تكون واحدة من هالذهبات من نصيبكم، وعندنا غيرها كمان من الجوائز الكهربائية والقصائم الشرائية من كتير محلات. خلينا نشوف مين أول شخصين ربحوا معنا بهذا الجزء من حلقتنا. بدنا نحكي ألف مبروك لنادين اليماني وهلدا رحاحلة، هم اللي ربحوا معنا. نادين ربحت معنا من دريم هوم قسيمة شرائية، أما هلدا فمن وين ربحت معنا يا مروة؟ من جو سويت. بدنا نشكر جو سويت كمان اللي عم بيقدم برضه باكجات مقدمة من عندهم. الجو سويت زي ما انتم صرتوا تعرفوا انه هو بديل عن السكر، وبرضه عندهم القطر. لما بنيجي على طبق الحلو رح نحكي عنه أكثر وأكثر، رح نطلع لفاصل صغير ونرجع لكم. رجعنا لكم لنكمل باقي وصفاتنا لليوم، ولسه جوائزنا مكمله، لسه في عنا جوائز كهربائيه والذهب لسه ما اعلنا عنه. كل اللي عليكم تعملوه انكم تفوتوا على صفحتنا على الفيسبوك على عمان تي في كيتشن، وتكتبوا لنا بتعليقاتكم اذا عندكم اي اسئله اي استفسارات. وبدي اياكم تجاوبوا كمان على سؤال حلقتنا، شو اكثر نوع عصير بتحبوا انكم تشربوه خلال رمضان؟ بتحبوا عصائر رمضانيه ولا بتحبوا عصائر ثانيه؟ ابعثوا لنا على صفحتنا، وما تنسوا تعملوا لايك وشير لحتى توصل الحلقه لاكبر عدد ممكن من الاشخاص. نرجع ل البخاري ونشوف شو صار مع الشيف امتياز. قبل البخاري ترى شوفوا لكم عاد علي، ايوه خاتم ذهب، ايوه والسواره ذهب اليوم، فمحرزين كثير 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 لكم تحضروا الحلقه وكم تشيروها قد ما بتقدروا عشان اشوف الفيوز والكومنتس كثير عاليين. تمام، زي امبارح وقبل امبارح وقبله الحمد لله. تمام تمام. طيب هلا شو كنا نعمل بالبخاري؟ ريحته بتشهي. حطينا هنا للتتبيله البصل، الثوم، الزنجبيل، قلبناهم مع زيت شعبان، بعد هيك ضفت البهارات الخشنه وضفت عليها بهارات مشكله، بتقدروا تضيفوا بهارات بخاري، ضفنا ملح فلفل اسود وضفنا عليهم شويه كزبره وشويه كمون. رح اخذ رز ذاتي، رز ذاتي طبعا رز مهرجة اللي انتم عم بتشوفوه هلا بكل الاسواق، بحبه كثير وهو احدى منتجات مجموعه شعبان. باخده وبغسله 4-5 مرات، لازم الرز اتاكد انه ميته صارت بيضه، اوكي يعني راح منه كل النشا. تمام، بعدين بنقعه ربع ساعه، بعدين بدي احطه فوق التتبيله اللي انا حطيتها. تمام تمام، خلينا نحطه كلياته عشان ولا حب تضل، ونقلبهم منيح بالتتبيله. هلا الدجاج احنا لسه ما تبلناه، هلا بنتبله على السريع، ما بعرف ليه خلصت بسرعه الفاصل. بس هلا بدي اخذ، انا متبله دجاج من قبل بس رح ارجع اتبله انا وياكم من جديد. بس بحب احمص دائما الرز الخليجي، اي نوع عم بحضره، المندي كان او مثلا البخاري، لازم يتحمص شوي مع بهاراتي مع الصلصه اللي انا حضرت له اياها عشان ياخذ النكهه الحلوه اللي بدنا اياها. أوكي. هلا
لحظة شوي. بما انك عم تحكي عن المندي والبخاري في عنا سؤال عم تسألك ام محمد ايش الفرق بيناتهم؟ ما حكينا يا جماعة المندي فيش فيه بندورة بس البخاري فيه بندورة وفيش في المندي فيش فيه جزر وزبيب. هلا تذكر شو انا عملت؟ حطيت كمية كتير منيحة من الجزر المبشور طبعا مقشرته وباشرته وحطيت عليه كمية برضو منيحة من الزبيب. رح اخذهم احطهم على وجه الرز جزء مش الكل، هي الجزء الاول. الجزء الثاني بدي اتركه للتزيين. اتفقنا نحطه هون. بعدين هلا بنتبل الدجاج، بدنا نعكس شوي. بدي اخذ بس الدجاج انا محضرته من قبل عشان انا بحب الصراحه النكهه اللي بتطلع من الدجاج، كاني سالقه دجاج بس ماخذه نكهه بكل البهارات. اوكي هيو ما شاء الله لسه ما تحمر. رح اخذ، شوفوا انا ما بحط على الدجاج بالعاده سوائل ولا إشي. شوفوا ما شاء الله ما شاء الله، تخيلوا كيف الطعم رح يكون هلا مع كل النكهات. مليون بالمية. ارجعه على الفرن عشان يتحمر، بدنا نعطيه كمان 10 دقائق. يما الروائح تشهي. وهلا بدي اكمله بمي. نحن نحكي عن تتبيله الدجاج. قد ايه المي لرز البسمتي اللي انا مستخدميته اليوم اللي هو رز مهراجة؟ كل كوبايه من الرز بدها كوبايه ونص من المي. كل كوبايه من الرز بدها كوباية ونص من المي، ولكن أنا صراحة بمشي على نظر عقدة الأصبع ولا أكتر شوي؟ لا مش على عقدة، على النظر. أنا صراحة 3 سنتي تقريبا فوق الرز. بدي أخذ شوي حاسة ملح قليل أنا صراحة. تمام، نحط شوية ملح ونغطيه ونتركه لحتى يستوي. تقريبا بياخد 20 دقيقة على النار. أوكي نحكي عن التتبيلة دانا عشان نخلص هاي الوصفة على السريع، نفوت بالوصفة اللي بعديها عشان الوقت وتذكريهم بالجوائز على بس الجلافز. يلا طيب، بهذا الجزء من حلقتنا رح يكون في عنا كمان رابحين. في عنا استاند بهارات مقدم من أبو خلدون كباتيلو، كل البهارات اللي احنا بنستخدمها رح تربحوها معنا. ورح يكون في عنا كمان قسيمة شرائية بقيمة 20 دينار من بلانيت دونت، فبدياكم تكثروا مشاركتكم لحتى تزيدوا فرصتكم بالربح معنا. بهذا الجزء رح يكون في عنا رابحين وهدول هم الجائزتين، ولسه رح نكمل بجوائز الكهربائية المقدمة من عياد بها قطعتين الذهب اللي ورجناكم اياهم ببدايه الحلقه. رح يكون في عنا خاتم ذهب، رح يكون في عنا اسواره ذهب. فكثفوا مشاركتكم، اعملوا لايك وشير للحلقه لحتى توصل لاكبر عدد ممكن من الاشخاص. نرجع لتتبيله الدجاج مع شيف امتياز. طيب الدجاجات عندي انا هنا دجاجتين من العز، بدي اياكم تنزلوا الابلكيشن، طلعوا لهم يا مروه الابلكيشن لحتى تفوزوا بنهايه شهر رمضان المبارك اللي هو ان شاء الله يا 28 يا 29 الشهر، رح تفوزوا ب 1000 دينار ب 500 دينار وبليره ذهب. فهلا هلا نزلوا الابلكيشن عشان يصير تطلبوا الدجاج اللي انتم بتحبوه من عندهم شو ما كان نوع الدجاج اللي انتم بدكم اياه، ويصير عندكم فرصه بربح جوائز انا حكيت لكم اياها. تمام. امبارح كالعاده على الابلكيشن دخلت وصيت على الدجاج، بعثوا لي اياه. دجاج بيجي معقم طبعا، دجاج نباتي نظيف ما فيه زنخه، اهم شيء لانه فريش كل يوم بيومه. في ناس تقدر تاخذ الفروزن. راح اخذ لتتبيله الدجاج لبن من المها، ودائما بنحكي انه اللبن بيطري وبيخلي لون الدجاج حلو. عندي راح اخذ تقريبا نفس البهارات، صلصه بندوره معلقة كبيرة. راح اخذ شوي من الثوم والزنجبيل. اوكي. ايه راحوا كل التومات؟ لا الا التومات. بدي احط بدك اياها؟ بدي اياهم للكبدة بعد هيك. اوكي. وراح اخذ جيب معلقة نظيفة. هاي المرة راح احط بديل مرق الدجاج على الوصفة عشان بتعطي نكهة، رغم اني انا حطيته على دجاج بس لا يغركم، كثير النكهة مميزة. راح اخذ معلقة كبيرة، راح اخذ شوي كركم، رح ناخد شوي من الكزبرة، الكمون والفلفل الأسود. وعندي طبعا أكيد يا بهارات الدجاج يا البهارات المشكلة، بس أنا بدي أخذ نفس بهارات البخاري عشان أخذ نكهة مميزة للدجاج. بدي أضيف عليهم شوية خل. أوكي. تمام، برضو عشان نعطي طراوة للدجاج. لبن والخل بيعطوا طراوة وبيخلوا لون الدجاج فاتح وحلو. وعندي كل دجاجة بالعادة بتاخد معلقة كبيرة من الملح، احنا مستخدمين ملح من ساسي. ساسي تمام. طيب عم بسالوكي لازم لبن ينعاش ولا بزبط لبن؟ لا انا بستخدم المتوفر عندي، انا هون بالبرنامج حرام ببعثوا لي لبن ما بتصدقوا قد ايه، بس انا محسوبتكم يعني بستهلك كثير. فعادي عندي دائما لبن انعاش او رايف، ايهما بزبط. ولو كان عندكم زبادي كمان بزبط، لو كان عندكم شنينه كثير بزبط. يا بي شنينه بتعطي نكهه كثير طيبه للدجاج. حلو. في عندنا مها عطيات عم بتقول هل ممكن ننقع الزبيب ونقليه قبل ما نحطه بالوصفه؟ طبعا بس ما في داعي، ما احنا حطيناه فوق الرز. اوكي ما في داعي. هلا انا كثير بعرف انه في ناس بتنقع الزبيب بتخليه 10 دقائق وهيك عشان تنفش حبته، لو قليتيه من غير نقع برضه رح تنفش حبته، بس احنا اليوم لانه طبخينه مع الرز. اوكي تمام. تتبيلتي انا للدجاج هيك صارت جاهزه،
بس احركها كثير منيح. وبالعاده الدجاج بحب اتبله قبل بليله عشان تضلها النكهه فيه مليون بالمئه، عشان تضلها النكهه فيه ويضل مميز ويستوي معي بوقت اسرع. حلو. بالعاده باخذ انا مقطعتها نصاص بمشيها تحت الجلد هيك. أوكي. بالمعلقه عشان النكهه اللي بدي اياها. تمام. في عندنا سؤال عم بيقولوا لك امتى رح تعملي لنا ام علي؟ يعني امتى بدكم؟ بكره ام علي؟ بكره ام علي نعمل ام علي بس نطلع شوي عن المألوف، ما نعملها بالطريقه التقليديه، شو رايكم؟ لا بكره صراحه عامله، انتوا قولوا لي بتحبوا وربات بالقشطه ولا ام علي؟ يلا بناء على ذلك ابعتوا لنا وربات بالقشطه ولا ام علي. طب بدي اغير وصفتين يا مروه. خلص بكره بنعمل ام علي، بس مش قادره اتذكر كنت اعمل وربات بالقشطه بس خلص مش مشكله. اوكي تمام. وفي عندنا كمان ام وائل عم بتقول بدنا قدره قادر. والله ممكن نعملها برمضان بس لاني عملتها قبل يا جماعه، الاشياء اللي عملتها قبل بحاول ابعد عنها وعم موجودة. بحاول اكون على الاشياء الشرقيه اكثر يعني اللي فيها قطر. اوكي بتكون موجوده هاي الوصفات اللي عملتها شيف امتياز قبل على قناتنا على اليوتيوب، بتقدر ترجعوا لها باي وقت انتم بدكم اياه، بس اكتبي اسم الوصفه مثلا كيكه قدره قادر وعملتها للشيف امتياز باكثر من نكهه، بتلاقوها كلياتها موجوده بتقدر ترجعوا لها امتى ما انتم بدكم. طيب تتبيله الدجاج هيك الدجاج صار خالص، ما بتحطوا عليه سوائل نهائيا، بتحطوه بالفرن على حراره 180 بياخذ من ساعه لساعة وربع، بعد هيك بناخذ ميته بنطبخ فيها الرز البخاري وبعدين الدجاج بنحمر وجهه. خلينا ناخذ مقادير وصفتنا الثانيه، بدنا نعمل فاهيتا ولكن بالكبده. يلا طيب هلا بدنا نبلش بالوصفه الثانيه، خليكم متابعين معنا خطوه بخطوه مع الشيف امتياز عشان تحكي لكم الشيف ايش بدنا نستخدم وايش المكونات والمقادير اللي حنحتاجها لفاهيتا الكبده. احنا متعودين اكثر على فاهيتا الدجاج وفاهيتا اللحمه، بس اليوم عملت لنا اياها من باب التغيير فاهيتا الكبده. شيف شو خطر على بالك تعملي لنا فاهيتا الكبده؟ انا ناسي اكتب لك المقادير يا مروه. اوكي فكرت انا الناسيه، بقول مروه ساكته ولا نفس ولا كلمه. يلا معلم معلم يلا خلينا أوكي. احنا بناخذ الوصفه وخليني بس احضر مقاديرها هون وعلى ما ناخذها مره ثانيه. يلا لفاهيتا كبده الدجاج بدبس الرمان رح نحتاج لكيلو كبده من دجاج العز، بصل مقطع شرائح، فلفل رومي مقطع شرائح، معلقه صغيره ثوم مهروس، فطر، ملح منساسي، فلفل اسود وبهارات الفاهيتا والبابريكا وثلاث معالق كبيره دبس رمان كلياتهم من ابو خلدون كباتيلو. شفنا المكونات والمقادير، خلينا نمشي خطوه بخطوه مع الشيف امتياز لحتى نشوف كيف طريقه التطبيق. بس بدي اذكركم انه لسه في عنا الذهبات ما ربحناهم، ولسه في عنا جوائز كهربائيه، ولسه في كمان عنا قسائم شرائيه، اول قسيمه بقيمه 20 دينار مقدمه من بلانت دونات، وعنا كمان جائزه هي بهارات الستاند البهارات مقدم من ابو خلدون كباتيلو، رح يكونوا بهذا الجزء من حلقتنا. فيلا كتبوا مشاركتكم لحتى تزيدوا فرصتكم بالربح معنا. شو يا شيف؟ الكبده من العز طبعا. الكبده كمان من العز، هذا اللي بحبه بالعز، كل شيء بقدر الاقيه هناك، كل شيء بجيبه من هناك. تمام. لا هاي مش رح تزبط معي. اول شيء الكبده عشان ما تزنخ، انا حكيت لكم مره ومرتين ثلاث للناس اللي بيحضروني من جديد، الكبده دائما باخذ مي مغليه بحط فيها شويه خل، بسقطها بالمي يدوب دقيقتين ثلاثه، مجرد ما انه اخذت غلوه بكب المي تبعتها بعدين بستخدمها. ليه؟ باخذ او بشيل كل الدم اللي زياده الموجود بالكبده، فبالتالي مستحيل تطلع معي مزنخه مستحيل. تمام. اخذت كميه كثير منيحه، يعني شوفوا لونها لساته فيه حمار. أوكي. بس انا حطيتها بمي مغليه بس مش طبختها، انا ما بدي اياها تنسلق، انا بدي اياها بس تاخذ لون حلو. أوكي. او مش تاخذ لون حلو، تروح منها الدم بزياده. تمام تمام. هلا حطيتها عندي هون الفليفله، الفلفل، الفطر. هاي الوصفه مثلا كثير بحبها. ادانا قولي لي يلا خلينا نقرا شوي من التعليقات. في عنا كفى عم بتقول مساء الخير يعطيكم العافيه وكل عام وانتم بالف خير. شكرا لك وانت بالف خير. في عنا
أم أحمد عم تسأل شيف امتياز ممكن نعمل نفس وصفة البخاري بس باللحمة بدل الجاج؟ آه طبعاً نحكي عن اللحمة. تسلقوا لي هاللحمات اللي انتم بتحبوهم كيف ما بدكم، بتاخذوا ميه السله بتحضروها بنفس الطريقه، واللحمات اعملوا لها تتبيله من شوي لبن شوي صلصه بندوره وشوي زيت زيتون وبهارات مشكله ملح فلفل اسود، ادهنوا اللحمه وحمروها. كثير زاكي باللحمه، كثير زاكي، بس لانه انا هذا الاسبوع طبخت كثير لحمه، امبارح عملنا كمان عرايس باللحمه فاخذت وقتها يعني، عرفتي كيف؟ تمام. فاحنا اليوم عملناهم بالجاج واستخدمنا كمان الكبده تبعت الفاهيتا من باب التغيير. مليون بالمية. دانا بتحبي الخروب؟ يعني مش كتير بس ما عندي مشكله معاه. اليوم الصبح يا الله شو ضحكت على طارق ملحم مدير البرامج، المهم انا عم بعمل الخروب هون كنت. اوكي. طريقه تحضيره كثير سهله، وكل يعني مثلا ابهاتنا وامهاتنا وهيك وجداتنا بحبوا كثير الخروب. صح. هو مشروب رمضاني متعارف عليه جدا في رمضان. فانا بعمله فبدوب بالسكر وحطيت الخروب بيطلع له ريحه قويه لانك انت بتحمصيه مع السكر، دخل بقول يا الله ريحه شيء كثير غريب. فانا قلت خليني ما حذر. لا انا ما حكيت. شو شنو الريحه من عندي عارفه كيف؟ فما حكيت، بعدين بقول له ريحه الخروب، خروب يا هاي. فهو وانتم بتحضروه هيك طريقه تحضيره كثير مختلفه عن كل انواع العصير اللي احنا، فقولوا لي بتحبوا الخروب ولا ما بتحبوا الخروب؟ لا هلا ريحته عادية بس لما يكون بتحمص الصبح كان في له ريحة ثانية بيكون له ريحة قوية مش انه ريحة ثانية قوية. أوكي. طيب انا ايش حطيت هون بالكبدة عشان نبلش احنا بوصفة مش العصير، رح ناخذ شيء ثاني بس خلينا قبل ما نبلشها نحكي شوي عن الكبدة. مجرد ما بلشت مش تستوي معي يتغير لونها يا دانا. اوكي. بضيف عليها البصل، لاحظوا اني انا ما ضفتش البصل بالبداية. ليه؟ عشان يضل لون الكبدة حلو وعشان الكبده تستوي وعشان كمان البصل عمره اقصر من الكبده وما اغير لون الكبده، بهارات على الكبده ما بحط بالاخر. أوكي. بالاول بحط بالاخر اخر شيء عشان نعمل الفاهيتا. هلا كميه بصل الفاهيتا البهارات او الخضروات اللي بستخدمها بضل فيها قرشه. صح. ما بتستوها تماما زي ما احنا متعودين على سندويشات الفاهيتا او زي احنا متعودين على الكبده تكون فيها او مستويه كثير. اوكي. طيب في عنا ام محمد عم بتقول انا الكبده بتاخذ معي كثير وقت بالاستوى، ليه؟ على فكره الكبده مش لحمه مش دجاج مش سمك، المفروض ما الكبده هي اقل شيء بالعالم بياخذ وقت، الا اذا كان قصدك على كبده الخروف. حتى كبده الخروف نار لازم تكون عاليه، والكبده سواء خروف او الكبده الدجاج اللي انا استخدمتها من العز كل ما زاد وقتها على النار كل ما نشفت. هو العكس صحيح، اعطيها هاي الغلوه في المي زي ما حكيت لك، ودي الزنخه بعدين على كتيرها على النار 10 دقائق بكتيرها. تمام. اوكي تمام. هلا بس باخذ البصل هيك يتقلب له قلبه تقليبتين ثلاثه، راح اخذ كميه منيحه من الفلفل الرومي واقلبهم مع بعض. اوكي تمام. هدول رح تخليهم خلال الفاصل لحتى يتطبقوا كلهم مع بعض. بالفاصل. بعد الفاصل. اوكي تمام. هلا اذا قبل ما نطلع للفاصل رح ناخذ اسماء الاشخاص اللي ربحوا معنا. زي ما قلت لكم كان في عنا جائزتين، اول جائزه هي خصيمه شرائيه بقيمه 20 دينار مقدمه من بلانت دونت، واما الجائزه الثانيه فهي ستاند بهارات مقدم من ابو خلدون كباتيلو. اكيد بدنا نشكرهم على هالجوائز الحلوه. خلينا نشوف اسماء الرابحين مع بعض. بدنا نحكي الف مبروك لميس الشلبي، هي اللي ربحت معنا ستاند البهارات. اما عبير سليمان فهي اللي ربحت معنا من بلانت دونت القسيمه بقيمه 20 دينار. الف مبروك لكم، ولسه نحن مكملين معاكم، لسه في عنا سشوار وفي عنا جريل وفي عنا هالقطعتين من الذهب. كل اللي عليكم تعملوه انكم تفوتوا على صفحتنا على الفيسبوك على عمان تي في كيتشن وتكثفوا من مشاركتكم، وما تنسوا تعملوا لايك وشير للحلقه لحتى تصل لاكبر عدد ممكن من الاشخاص. نحن رح نطلع لفاصل صغير، من بعد الفاصل راجعين لنكمل باقي وصفاتنا. خليكم معنا. رجعنا لكم لنكمل باقي وصفاتنا لليوم، ونكمل بباقي جوائزنا. لسه الجوائز الكهربائيه وجوائز الذهب لسه ما اعلنا عنهم، فلكل الاشخاص اللي هلا انضموا لنا بنرحب فيكم اكيد، ونذكركم انه احنا معاكم لايف عبر صفحتنا على الفيسبوك على عمان تي في كيتشن من هلا لحد الساعه 4:30.
كثروا مشاركتكم لحتى تزيدوا فرصتكم معنا بهالجوائز اللي لسه مكملين معنا بحلقتنا. بدنا نروح للشيف امتياز ونشوف الرز البخاري شو صار فيه، الدجاجات اذا تحمروا ولا ما تحمروا، الكبده شو صار فيها، شو الوضع يا شيف؟ نوري الخاتم من عندك تفضلي. هاي الخاتم هاتي، وهي السوارة. ايوه هاتي. يلا، لا بدي احرد اخذ هدول واطلع باخذ كل الجوائز. بالعكس، هي بدها تحمسهم بس عن جد. لا غير بدي احمسهم. احنا بالفاصل لانه طويل شوي بنقعد تعرفي دردشه دردشه الجيران، فاكتشفنا انه مرته لعلي عيد ميلادها الاسبوع الجاي. حلو، هو حاب يهديها يا الخاتم يا الاسوارة، بس ما بزبط من عينه يا حرام. تمام، فما يصدق لك نيالك يا علي. الصراحه انا مش قصدي احسد يا علي ولا افوت بيناتكم ابدا، فعادي سالنا ايش هذول رح تفوزوا فيهم انتوا. نعطيه يعني افكار، احنا بس بنعطي علي افكار. لا يا ريت اقدر اربحها والله يا علي، ما بقصر والله، بس هذول رح يتربحوهم انتوا بس. فانا رحت على طول على انستغرام نزلتي لهم سؤال. كانت مروه عم بتقولي، لانه هي بتحضر ميس زوجته لعلي، فبتقولي كل وقت عم بتنزل هو بجيب لها ورد، هو بجيب لها تليفونات. اكتشفنا انه رومانسي علي كثير. فرحت انا شو عملت، صورتهم ونزلت سؤال شو اخر هديه جاب لك اياها جوزك. اوكي، فكل الكومنتات اللي عم توصلني لهلا بس بالعشر دقائق انه ولا إشي مش متذكره. فقولوا لي اذا اخر هديه جاب لك اياها جوزك شو كانت هي. طيب هاي بقول لك علي، انت جاوبين على هذا السؤال، شو كانت اخر هديه؟ سواره ذهب. سواره ذهب، يا سلام. يلا بدنا كل اللي عم بتابعوا. اسمعي، لا بعيد ميلادي السنة الجاي إن شاء الله بشوف الهدية الثانية. خلص، بدنا كل اللي عم بيتابعونا تبعتوا لنا إيش آخر هدية وصلتك من زوجك على صفحتنا على الفيسبوك، لحتى نشوف إذا رومانسي ولا مش رومانسي، عجبتك الهدية ولا ما عجبتك، قادرة إنك تتذكري شو كانت هالهدية ولا ما تذكرتي. هاي مروة عم بتقول لنا آخر إشي رحلة العقبة. صح، عن جد رحتوا ثلاث أيام، الله يبعث لكم الخير يا رب. حلو، يلا بدنا كل اللي عم بيتابعونا كمان يشاركوا معنا بهذا السؤال. غريبة لما احنا نمزح طبعا كلياته، بس بحب كثير يعني انا بحب كثير الزوج يدلل مرته. كنا نحكي انه ياكي بالفاصل كانوا الشباب يحكوا انه هيثم جايب خلاط. مش حقيقه. ممكن مش بدي اجيب لها سياره لسه هيثم. بتسجلها باسم مين؟ هلا هي مش ماشي. مهم الهديه بقيمتها يعني، خلص الهدية. المهم انه المبدا الهديه، المهم انك تتفاجئ بالهديه. بس مش يعني المشكله انه الشباب ما بيحبوا يحكوا قدام اي حدا انه جاب زوجته هديه، عشان انه مش انهم بيخجلوا، لا انه مرته راكبته، مرته متحكمه فيها. مرته هيك اللي كان يصير هلا 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 بالفاصل هيك صار. فايش المبدا مش قادره افهم يعني. حلو الواحد يدلل زوجته الصراحه، حلو كثير 100%. واحنا بنقول انه الهديه مش بس بالمبلغ تبع الهديه، هي بس مبدا انه الواحد يفاجئ اللي قدامه بهديه قد ما كانت هديه بسيطه يعني، بس الهديه دائما حلوه. طيب خلينا نرجع لوصفاتنا، شو الوضع؟ رز البخاري، الدجاجات خلاص تحمروا، امورهم ممتازه ما شاء الله، بس لازم 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 اورجيكم رز مهراج اللي استخدميته في الوصفه. لسه ما استوت الوصفه، بس شوفوا لي بالله الرز، شوفوا لي حبه الرز، اطول حبه رز بالعالم. شو رايكم؟ هذا لسه هو مو مستوي، بس حلو. يعني ما شاء الله ريحته بتجنن، واكيد طعمه راح يكون لذيذ. هلا الكبده عشان نخلصها، حطينا الكبده بشويه مي مغليه مع شويه خل، بعدين غلبتين ثلاثة شلتهم، حطينا زيت شعبان، حطيت عليهم الكبدة، حطيت الفليفلة أو حطيت البصل عفوا بعد ما أخذت معي شوية لون الكبدة، وحطيت بعديها الفليفلة. هلأ رح أحط الفطر، بدي أخلي بس كمية بسيطة هيك للسلطة، ورح أخذ بهاراتي. ليه بحط البهارات والملح للكبدة بالآخر؟ الكبدة بتشد مع الملح نفس مبدأ اللحمة، فبتحطوها بالآخر. أوكي. فهلأ بدي أحط الملح، بدنا كمية منيحة من ملحاتنا، ملح ساسي. وعندي بهارات فاهيتا، فلفل اسود عشق للكبده، فلازم تكتروا فلفل اسود. وعندي هون شوي بهارات مشكله بنقلبهم. انا الكميه اللي عملتها تقريبا 2 كيلو كبده، انتم حطيت لكم حطيت لكم تقريبا ما يقارب، ما شاء الله امورها ممتازه. نقيم كل هذا الحكي. طيب وخلينا نقرا شوي من التعليقات اللي عم توصلنا. عم بيسالوك هاي الكميه تاعت الرز البخاري مع الدجاج اللي انت مستخدميتها اليوم لكم شخص بتكفي؟ لا اللي انا عملتها باللي حطيت لكم اياها انا بعمل شوي زياده الصراحه، لانه احنا هون قلت لكم بيفطر كثير من الموظفين عندنا بالشركه، فبحب ازيد. أوكي. بس اللي معطيتكم اياها بتكفي تقريبا 5 ل6 اشخاص. طبعاً. انا اعطيتهم دجاجتين، لانه في ناس بتحب تاكل سفينه وشوي، في ناس بس السفينه او الفخده، فهي بتكفي من 6 ل8 اشخاص خلينا نقول.
تمام؟ أوكي. طيب نعمل سلطتنا، كبدتنا أمورها تمام، رزاتنا أمورهم تمام، بس بدهم شوية وقت لا يستووا. ناخذ هاي السلطة من الأشياء الموجودة بالسوق هلأ من الخضروات. صراحة بحب كتير برمضان نطور ونعمل ونعدل كتير على أنواع السلطة اللي عندنا. كتير مادة أنا اليوم كتير أشياء. طيب ناخذ مقادير سلطة الربيع مع يلا. بعض يلا. لسلطة الربيع رح نحتاج لخس وجرجير، ملفوف أحمر، بندورة، خيار، جزر مبشور، ذرة وشبس. أما للتتبيلة فرح نحتاج لعلبة زبادي، ربع كوب طحينية من أبو خلدون كبتيلو، ربع كوب ليمون، 4 معالق كبيرة سماء من أبو خلدون كبتيلو، معلقة صغيرة ملح من ساسي، ومعلقتين كبار زيت زيتون. بدي ارجع ارحب بكل الاشخاص اللي هلا انضموا لنا، واذكركم انه احنا لسه جوائزنا مكمله، لسه في عنا جوائز كهربائيه، عنا باكيجات، ولسه في عنا قطعتين هالذهب ما اعلنا عنهم. كتموا مشاركتكم، بدي اياكم تعملوا لايك وشير لحتى توصل الحلقه لاكبر عدد ممكن، لحتى تزيدوا فرصتكم بالربح معنا، لانه ما بدنا حدا يطلع زعلان من عنا. ان شاء الله من هون لنهايه رمضان الكل بيكسب معنا خلال حلقاتنا بفطور السحور. بدنا نروح للسلطه، تعملي لنا سلطه عشان نرجع نقرا التعليقات عشان الاشخاص كلياتهم يتحمسوا معنا. يلا اول شيء عندي هون اللبن لا كترت او زبادي، يعني سواء اللبن من المها او الزبادي المتوفر عندكم بالبيت رح نستخدمه. عندنا هون طحينيه تمام ناخذ كميه منيحه من طحينيه ابو خلدون كبتيلو تمام، رح احط عليها شويه ليمون. معلقتين زيت زيتون تمام. وعندي هون سمق كتير طيب رح يطلع مع السلطة. نقيم كل هدول عشان نحرك السلطة ونحكي عن الخضروات اللي رح نضيفها يا جماعة كلياتهم، نحركهم مع بعض. شو ما بيكون في عندهم خضروات مليون بالمية، احنا كثير بزيد عنا الصراحة برمضان. لو تفتحوا الثلاجة انا متأكدة الثلاجة قايمة قاعدة عن جد، كلياتنا مش بس انا، كلياتنا برمضان احنا الثلاجات قايمة قاعدة، كلها اشياء بتكوني بتعرفي كيف اكياس شارية وما بتعرفي. مزبوط. عرفتي كيف بتكون بواقي من كل شيء. في عنا ام عبادة عم بتقول لك يا شفي ريت تعملي لنا وصفات بالاكل البايت. لازم نعمل حلقه، بس اصبروا علي كمان يعني نخلص هذا الاسبوع كمان ان شاء الله ورح نعمل افكار كتير حلوه. عاملين افكار بتجنن السنه للمعمول الصراحه كتير يا سلام، فمحضرت لكم افكار لا حلوه ما تقلقوا، حتى من الخبز رح نعمل وصفات كتير حلوة. طيب أنا مرة تانية التتبيلة كيف عملتها؟ حطيت لبن أو زبادي، حطيت عليهم طحينية، وضفت عليهم سماء، وضفت عليهم ليمون، وضفت عليهم شوية ملح من ساسي تمام، وقلبتهم مع بعض. تقدروا تحطوا شوية ثوم، بس أنا زي ما بتعرفوا بالسلطات عم بحاول أبعد عن الثوم شوي. الخضروات اللي انا مستخدمتها الصراحه ايش كان عندي بالثلاجه جبت صراحه، مش اشي مخصوص عشان الوصفه. أوكي. بس بدي ابلش بالاساس كله مفرمته كتير صغير. بدي ابلش بالخاص احطه دائما السلطه وقت العزايم وقت الاكل بنحطها، بنحط الصوص جنبها خصوصا انه احنا برمضان بنحضر الوقت. اوكي تمام، بس ما رح نخلطها الا لا قبل الفطور عشان ما هيك تشتش الخضره معانا مليون بالمية. اوكي طيب. هذا بس خس، استني شوي عشان لازم اعد 1 2 3 4 5 6 7 بنعمل حسب خطوه. طيب بس خس، خس حطيته بس القاعده لانه لازم تكون كميته كثير كبيره. بعدين أوكي. عندي ملفوف احمر. أوكي. بدي اتفنن بالالوان يا جماعه. عندي فليفله كله مقطعته كثير صغير. عندي فليفله بس حطينا قلنا البيس او الاساس القاعده كان خس. عندي هون جزر نحطه على هاي الجهة عشان نعمل من الجهتين عادي لأني أنا ما بزبط. 7 ديري بالك تخربطي مليون بالمية، هاي صرنا 4 ببلش بالرياضيات مش شاطرة بعدين. تمام ناخذ هون ذرة رح ارجع اعيدهم. وعندنا جرجير تمام. وعندنا فطر المتوفر من هاي الخضرة بنستخدمه أبدا، ما بدنا نمشي على ايش أنا حاطة. انتم مليون بالمية موجود مش موجود خلص نستغنى عنه. بالضبط تمام. ممكن نحط مثلا كمان معاها الفاصوليا الحمراء. بالضبط، بس انا صراحه قلت خلينا على الخضره صراحه. عندنا هيك وصفات بالبقوليات بس اليوم احنا على الخضروات. مروه ما احنا بدنا نرجع نكمل، هي رح يبينوا ما تقلقي.
خلاص يا مروه رضيتي عني؟ اه سامحتك. طيب هلا قبل ما نطلع للفاصل وخلال ما الشيف امتياز قاعده عم بتضبط لنا الوان الصحن تبع السلطه عشان نشوف كيف رح يطلع معنا بالشكل النهائي، خلينا نشوف مين الاشخاص اللي ربحوا معنا بهذا الجزء من حلقتنا. رح يكون في عنا ثلاث رابحين، في عنا جريل، في عنا سشوار، وفي عنا كمان باكيت مقدم من البلقاء. خلينا نشوف مين ثلاث اشخاص اللي ربحوا معنا بهذا الجزء. بدنا نحكي الف مبروك لزهره عاشور، ربحت معنا السشوار مقدم من عياد، اما ليندا طشمان فربحت معنا الجريل، واسماء سعاده ربحت معنا باكج من البلقاء. ألف مبروك لكم، ولسه نحن مكملين معاكم، لسه الخاتم والإسوارة ما أعلننا عنهم. كثروا من مشاركتكم، خليكم متابعينا وابعثوا لنا بتعليقاتكم إذا عندكم أي أسئلة أي استفسارات لحتى يكونوا واحدة من هالجوائز من نصيبكم. شاف امتياز رح تعمل إشي خلال الفصل؟ لا على قولة علي مش عارف شو بدي أعمل بالألوان، بس بالآخر بنحط الشبس على الأطراف. بس أنا بالنسبة لي ألوانها هلا هيك بتجنن، ما أنا بس مروة وعلي ينقوا بإشي بطل يزبط مليون بالمية. يعني عادي غلط، بس خلص مش مشكلة، إحنا هلا بنضبطها خلال الفاصل. فخلينا نطلع لفاصل صغير، من بعد الفاصل بنرجع لنكمل باقي وصفاتنا، خليكم معنا. رجعنا لكم لنكمل باقي وصفاتنا. زي ما انتم شايفين الرز البخاري منظره بشهي وريحته يعني ولا اروع من هيك، يعني كل حبه رز بحبتها عن جد، ما شاء يعني الله عن جد بجنن بجنن بجنن. سلم ايديك يا شيف على هالرزات، والجاج اللي جنبهم كمان محمرين وبرضه كمان طالع شكلهم بجنن. نحن مكملين معكم بباقي وصفاتنا، عملنا لكم وصفه السلطه، سلطه الربيع حطينا فيها كل الخضار اللي موجوده، تقدروا انتم تستخدموا ايش الخضار اللي موجوده عندكم بالبيت. ومن بعدها كمان عملنا لكم الكبده او فاهيتا الكبده مع الخضار. هلا بدنا ننتقل للحلو وللعصير، بس قبل ما ننتقل بدي ارجع اذكركم انه لسه في عندنا جائزتين من الذهب، في عندنا خاتم وفي عندنا اسواره. كل عليكم تعملوه انكم تفوتوا على صفحتنا على الفيسبوك على عمان تي في كيتشن، تعملوا لايك وشير للحلقه وتكثروا من مشاركتكم من خلال التعليقات لحتى تزيدوا فرصتكم بالربح معنا. بدنا نروح للشيف امتياز ونشوف ايش رح تعملي لنا هلا يا شيف. بدنا نعمل عصير الخروب، بس ما شاء الله طلعت عامله كميه كثير كبيره الصراحه. ما شاء الله، يعني قاعده بحاول اجيبها يمين شمال، الكميه كثير كبيره. خلينا ناخذ عصير الخروب وناخذ نفس الوقت الهريسه النبكيه اللي ما بتحتاج خميره. يلا يلا. لعصير الخروب رح نحتاج لكوب خروب و2 كوب سكر شعبان، 4 لتر مي، وقصنص الخروب رح نحتاج للون احمر. اما للهريسه النبكيه فرح نحتاج لاربع اكواب سميد خشن من ساسي، كوب سمنه البلقاء بنكهه السمن البلدي، رح نحتاج لكوب سكر شعبان، معلقه صغيره بيكنج صودا، معلقه كبيره بيكنج باودر، اربع معالق كبيره حليب انجوي، نص كوب لبن من المها، نص كوب مي، وكوب فستق حلبي مجروش. يعني والله يا مروة لو تشم الريحة، قاعدة مروة وعلي عم بتناقشوا، شكله زاكي يا علي صح؟ وريحته لو تشوفي قديش كمان ريحته زاكية، ومنظر يعني بشهي. فأنا متأكدة إنه كثير من الأشخاص اللي عم بيتابعونا رح يقوموا يعملوا بخاري اليوم. بتسأل علي 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 بالسرجيحي غير بالبيت يا جماعة، أنا شو بسأل أولادي مثلا كل يوم على الفطور، زاكي الأكل صح؟ ما بتعتمد في أوبشن ثاني؟ لا إنه زاكي
خلاص زاكي. انا بحكي زاكي فهو زاكي. لا والله يعني كل شيء من تحت ايديك زاكي. انتوا شوفوا منظره، شوفوا الالوان، لون الرز قد ايه طالع تحفه. الرز كل حبه بحبتها. انا صراحه بحب البخاري بهاي الطريقه، له اكثر من طريقه، ولكن صدقوني جاد؟ لا هاي الوصفة الوحيدة اللي فيها جزر. لا والسلطة بس شوي بس. لا ما في شيء من أرض بالبيت باشري باشري. اه فخلينا نعمل أكثر من شيء مليون بالمية من الجزر. طيب بس أنا هيك خلصت عشان أزينه، مش قادرة ما أزينه الصراحة. يلا وأنت عم تزينين لنا إياه بدي أرجع أذكرهم إنه لسه في عنا خاتم وإسوارة ذهب ما أعلنا عنهم لسه، رح يكونوا من نصيب مين يا ترى؟ كل اللي عليكم تعملوا إنكم تفوتوا على صفحتنا على الفيسبوك على عمان تي في كيتشن وتكثفوا من مشاركتكم لحتى تزيدوا فرصتكم بالربح معنا. هلا بما إنه إحنا يعني كل ستات البيوت بضلهم بالمطبخ وبقضوها بالمطبخ خلال رمضان، فبدي أذكركم إنه هيربو هيل من هايجين هو كريم جديد عاملينه للحروق، لازم تخلوه عندكم بالمطبخ لأنه يعني إلا ما الأسعات هاي تصير وإحنا قاعدين عم نحضر وصفاتنا خلال شهر رمضان، لأنه أغلب وقتنا عم نقضيه بالمطبخ. فبدي أذكركم إنه هايجين عندهم الهيربو هيل لأي حدا بينحرق لازم يكون موجود عندكم. طبعا غيرها الهايجين العادي اللي إحنا متعودين عليه أو المعقم الرش اللي برضو كمان طلعوه خلال فترة كورونا دائما لازم يكونوا موجودين عندكم. بس سلم احط إيديكي. البخاري ما شاء الله طلع حلو. طيب عشان انا بس علي ومروة عم بيستعجلوني لانه ما ضل معنا كثير وقت للحلقه. بدي ابلش بأو ما شاء الله ما شاء الله. حلو صح هيك بعمل بالعين. حلو صح زاكي صح صح. طيب الصحن حلو اكيد مش انا اللي جايبته من دريم هوم. طيب المهم هلا بدي اعمل بس عصير الخروب، لازم اكرمل سكر. طريقه تحضيره مختلفه تماما عن كل طريقه تحضير اي نوع عصير احنا متعودين عليه. بده بس وقت ليتكرمل. انا مستخدم فيه سكر شعبان. تمام. ناخذ على السريع وصفه الهريسه النبكيه، اسرع واسهل وانجح وصفه هريسه تاخذوها بالكره الارضيه وطعمها كثير زاكي. اول شيء بدي اخذ 4 كوبايات من السميد الخشن، وانا كالعاده مستخدم اليوم، خلينا بس انا اكتر عشان صينيتي كبيره، مستخدم السميد الخشن من ساسي. تمام. تمام. عشان ناخذ طعمه كثير طيبه للهريسه النبكيه لازم تنعمل بالسمن المنكهه السمن البلدي. فانا مستخدمه كالعاده البلقه. عم تشوفوني عم بحضر فيها وصفات وافكار كثير حلوه، وعلى الاغلب انا وياهم رح نكون ان شاء الله بلايف بكره على صفحتي، رح نعمل شيء كثير مميز للعيد. هي بنكهتين، يا بنكهه الزبده يا بنكهه السمن البلدي. انا اليوم رح استخدم السمن البلدي، بتوفر بحجمين بكل مكان الصغير والكبير، وبنفس الوقت بتعطيكم نكهه ممتازه، قوام كثير طيب بالهريسه، وغير هيك هي خاليه من الكوليسترول وغير مهدرجه. حلو. رح ناخذ تقريبا كوباية. بس هلأ ليه الهريسة النبكية كونه ما فيها لا خميرة ولا إشي؟ طب إمتى بدي أريحها؟ كيف رح تعطيني النتيجة الممتازة إنها تكون مفرفدة وما أحلاها؟ كيف؟ بدي أتركها بعد ما أبسها ساعتين ثلاثة أربعة قبل بيوم، أتركها بالثلاجة قبل بيومين. كل ما تركتوها مبسوسة بالسمنة كل ما أعطتكم قوام ونتيجة كتير أطيب وكتير أفخم، لأنه هي بتنعجن وما بتتريح. تمام. فأنا ببسها وبتركها ساعة ساعتين ثلاثة حسب قد الوقت. تمام. هلأ بسيتها. تمام. رح أخذ كمية بس نوطي الحرارة هون عشان السكر اللي بيتكرمل ما ينحرق. نضل بس نقلب فيه زي هيك. رح أخذ تقريبا نص كوباية من سكر شعبان. هاد نفترض أنه أنا تركيتها صلها ساعتين. تمام. وراح اخذ بيكنج باودر، بيكنج صودا. تمام. بيكنج باودر يما السكر ما بديش ينحرق عشان الحراره عاليه. راح اخذ هلا شوفوا شو حطيت. حطيت السميد، حطيت عليه اللي هو كوبايه من السمنه وبسيته كتير منيح. راح اخذ عليه سكر شعبان، حليب انجوي الباودر عشان نعطيها نكهه دسامه كمان لذيذه. هذه هي فرق الهريسه النبكيه. أوكي. تمام. ناخذ معلقه كبيره من البيكنج باودر، مستخدمه امريكان جورميه، هاي معلقه صغيره فهي تنتين. وعندي البيكنج صودا، هي ما راح تكون كثير سميكه ما تقلقوا لانه ما فيها خميره. تمام. هاي البيكنج صودا صارت كل القوام عندي او المواد بدي اياها موجوده. سميد بسنا بالسمن البلدي من البلقة وبنكهة السمن البلدي. بعدين حطينا السكر، حطينا الحليب، وحطينا البيكنج باودر والبيكنج صودا. أمورها مفروض هلأ ممتازة. بس أرجع أذكركم أنه ضروري جدا أنها تنترك بالبس فترة. اوكي. تمام. طيب عم بسألوكي شو الفرق بينها وبين الهريسه العاديه؟ لا الهريسه العاديه بنخمرها وما في داعي انه نتركها مبسوسه لوقت كثير طويل. اوكي. وغير هيك ما فيها حليب باودر.
تمام، ما فيها بيكنج باودر ما فيها بيكنج صودا، هي سميد سمنه وبنحط عليها لبن، فالنبكية كتير بتختلف. أوكي. تمام؟ تمام تمام. وبعد أي خطوة لازم يتم ترك ساعتين؟ لما نبسها يا دانا نتركها ساعتين ثلاثة مبسوسة. تمام. نفس مبدأ المعمول. معمول. هون السكر عندي تقريبا شبه كرمل. رح آخذ الخروب، هيو الخروب بيجي مجروج، تجوه من عند أي أو بتجيبوه من عند أي عطار. اوكي. اخذت نص كيلو بدينار امبارح، والله هيك يعني بكفينا لفتره كثير طويله، ولازم يتحمص شوي بالسكر المكرمل قبل ما اضيف المي. شوفوا كيف بيصير، طيب عشان هيك بيطلع له ريحه مختلفه، بالعاده ما بنحضره بهاي الطريقه احنا، فاهمه؟ اوكي. شايفين؟ طيب وين بنضيف الاقصنص تبعه؟ هلا ما رح اضيف لا اقصنص ولا شيء، الاقصنص بس يجهز، بس مجرد ما تكرمل معي بضيف انا بس عامله كميه اقل، 4 لتر من المي، الأربعة لتر من المي بحطها يعني بطنجرة كتير كبيرة، لكل كوب خروب عندنا كوبايتين سكر، 4 لتر من المي، وعندنا كوباية خروب. تمام. أوكي. علي قبل الفاصل أنا خلصت الهريسة. تمام، نرجع نعيد المياه على السريع، بسيناهم للسميدات اللي هني 4 كوبايات سميد خشن، نشوفهم أحلاهم. ضفت عليهم بعد ما بسيتهم الحليب الباودر 4 معالق، بيكنج باودر وبيكنج صودا، ورح أعجنهم بنص الكمية لبن ونص الكمية مي، مش كلها لبن، يعني شوفوا كيف بدها تكون أخف. فهي حطينا اللبنات من المها، سواء اللبن الرايب وشوي من المي. اللي ما عجن 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 ولا برضه تقليب بس؟ أي إشي فيه سميد، السميد هو بتقلب من فوق لتحت. بحياتكم ما تعجنوا إشي فيه سميد. أوكي. تمام. هيك خلصت الوصفة، بيكون عندي صينية مدهونة الجوانب بطحينية أو بسمنة، تمام، بحطها فيه وبعدين بحط على وجهها الفستق الحلبي. بعد الفاصل بس بورجيهم. يلا إذا إحنا رح نطلع لآخر فاصل، من بعد الفاصل رح نعلن عن أسماء الأشخاص اللي ربحوا معنا بهالخاتم الذهب والإسوارة الذهب بحلقتنا لليوم، فخليكم معنا بعد الفاصل. رجعنا لكم باخر جزء من حلقتنا، بدي ارحب بكل الاشخاص اللي هلا انضموا لنا، واحكي لكم انه لسه معكم مجال انكم تشاركوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك، في عنا خاتم ذهب وفي عنا اسواره ذهب، من نصيب مين رح يكونوا رح نعلن عنهم كمان شوي. نرجع للشيف امتياز ونشوف الهريسه شو صار فيها. شو يا شيف؟ ما معي غير 30 ثانيه، هيك قال لي علي. اول شيء بس حطيتها او اخر شيء بالهريسه حطيتها بصينيه وحطيت عليها الفستق الحلبي. الفستق الحلبي ضروري يكون مبروش ويكون منقوع في المي عشان ما ينحرق معاكم من على الوجه. بتدخلوها على حراره 200 بالفرن، الحراره تكون شاعله من فوق ومن تحت، او اول شيء من تحت لحال بعدين بتحمر وجهها، بعدين بنسقيها بجو سويت عادي اللي هو القطر، للناس اللي عامله دايت او عندها مشكله سكر يا جماعه عليكم بالقطر من جو سويت و آمن بدون سعرات حرارية، ولكل الأشخاص. أما آخر إشي بالنسبة للعصير، أنا حطيت هنا آخر إشي الخروبات، شوفوا حطيت عليهم 4 لتر من المي بافتراضا أنا عاملة كمية كتير أقل، وخليتهم يغلوا مع بعض، هيرجع فك السكر مع المي، بخليهم يغلوا مع بعض بعدين بتركهم ليبردوا تماما، بحط تلج، ولكن حطيت الأسانس بتلاقوه من عند أي عطار، وحطيت ملون عشان أغير لون الخروب اللي هو البني. بني. فحطينا ملون أحمر عشان بس نلون شوي الخروب. مليون مليون. هيك إحنا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، فصار الوقت لحتى نعلن عن أسماء الرابحين معنا بحلقة اليوم بالذهبات. خلينا نشوف الخاتم والإسوارة كانوا من نصيب مين. بدنا نحكي ألف مبروك لرهف الرمحي، هي اللي ربحت معنا الخاتم، أما دلال الروسان فربحت معنا إسوارة ذهب. ألف مبروك لكل الأشخاص اللي ربحوا معنا خلال حلقتنا لليوم، وهارد لك للي لسه ما ربحوا. إحنا لسه مكملين معكم من هون لنهاية رمضان، فإن شاء الله إنه بيطلع الكل ربحان من هون لنهاية هالشهر. شيف امتياز بدنا نشكرك على هالوصفات حبيبتي الحلوة، بدنا ننهي هيك الحلقة بجملة حلوة منك. ولا إشي، دائما إن شاء الله تضلوا بخير وبصحة وبسلامة، وهالسفرة تجربوا منها الوصفات اللي بتحبوها، وباي باي إلى اللقاء.